في كل مرة يخرجون إلى مهامهم يحملون أرواحهم على كفوفهم، ولا يدرون إن كانوا سيعودون من الخطر القاتل يحملون شهادة ميلاد جديدة أم سيلحقون بالشهداء الذين سبقوهم. إنه ملخص لحياة من يعملون بعالم المفرقعات. فكم من مرة نسمع عن تفجيرات لسيارات مفخخة وعمليات انتحارية تدميرية يتصدى لها خبراء المفرقعات الذين يكتب لهم عمرا جديدة بعد كل مهمة يكلفون بها. فتحية لهؤلاء الأبطال الذين يستحقون دائما وأبدا التحية والتقدير.